بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الاعزاء، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير وبركه في هذا الصباح، في هذه الانطلاقه الجميله على بركه الله وحفظه. انطلق هذا الشوط، وانطلق الشوط الاول والرئيسي للابكار الحقايق من مسافة 3 كيلومترات. نتقدم متابعينا مشاهدينا الاعزاء مع اول المراكز، ومن تحتل الصدارة في هذه اللحظات من تسيطر هنا القصوى وسلطان بن سعود الاجهني على مقدمة الشوط. يقدم لنا القصوى على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني القادم في هذه اللحظات الزود 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 وزيدان بن بشير البلوي مع المركز الثاني، بينما التسلل والتغيير في هذه اللحظات من وعد فلاح بن محمد العمراني، من يقدم لنا وعد على مستوى المركز الثالث. ولكن القادمة في هذه اللحظات انجاز انجاز، ومفلح بن حمود البلوي من يقدم لنا انجاز على المركز الرابع، تسللت في هذه اللحظات واختطفت المقدمة، انجاز مع الصدارة حتى هذه اللحظات. بينما القادمة ايضا مع المركز الثاني وعد فلاح بن محمد العمراني مع وعد المركز الثالث. القادمة في هذه اللحظات تتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام الشاهنية وفرج بن حماد البلوي، من يقدم لنا الشاهنية مع المركز الثالث. المركز الرابع القادمة في هذه اللحظات، نتابع القسوة مشاهدينا متابعينا الاعزاء مع المركز الثالث. المركز الرابع في هذه اللحظات ام الخامس، هنا الزود الزود مع المركز الخامس وزيدان بن بشير البلوي. متابعينا الكرام نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى المركز الاول، الى انجاز انجاز انجاز، انطلقت انجاز على مقدمة الشوط على المركز الاول مع الشوط الرئيسي في هذه اللحظات. انطلاقة موفقة وانطلاقة ممتازة من هذا الشعار الذي ينطلق على قمة هرم هذا الشوط، انجاز انجاز. مفلح بن حمود البلوي كما يتقدم الذهبي فالح بن حمود البلوي في التضمير والمسايرة في هذه اللحظات. المركز الثاني الشاهنية تتقدم، ويتقدم فرج بن حماد البلوي، يقدم لنا الشاهنية مع المركز الثاني. المركز الثالث القادم وعد في هذه اللحظات، وعد وفلاح بن محمد العمراني من يقدم وعد، بينما القادمة في هذه اللحظات الفائزة الفائزة وحسن بن عيد الحويطي مع الفائزة في هذه اللحظات. انطلقت هذه الأسماء، ولكن الأسماء القادمة في هذا الشوط انجاز انجاز، راحت مع مقدمة الشوط او عصا تبطان حتى هذه اللحظات. انطلقت انجاز مع مقدمة الشوط، مفلح بن حمود البلوي يقدم لنا انجاز، يقدم لنا انجاز مع الشوط الرئيسي، مع الشوط الاول، مع الشوط الحساس. انطلقت انجاز، اندفعت انجاز مع اخر 500 متر، ولكن هنا الفائزة والشهنية، ولكن انجاز انجاز انجاز. تريد ان تنجز هذه المهمة متابعينا الكرام مع مقدمة الشوط، مع هذا العرض الجميل، ما شاء الله وتبارك الله. انطلق الذهبي مع مقدمة الشوط، يقدم لنا انجاز، ما شاء الله وتبارك الله. انطلقت انجاز، مفلح بن حمود البلوي، الله، تهانينا تهانينا للاشقاء مفلح وفالح على انتزاع ناموس هذا الشوط مع انجاز، تهانينا. والناموس الشوط الرئيسي مع انجاز، بينما المركز الثاني القادمة معزة تيسير بن عوض البلوي المركز الثالث، وصلت الزام، وصلت لزايم
مع سلامة بن سعيد الابلوي المركز الرابع، والخامس الى لجنة الخطي والتحكيم. اذا متابعينا الكرام، نهني مفلح بن حمود الابلوي على انتزاع الشوط الرئيسي والاول مع انجاز، كما وصلت وقطعت مسافة 3 كيلومترات بزمن وقدرة 4 دقائق 43 ثانية، 53 جزءا من الثانية. تانينا والناموس.